تخليك على الصيف خلاص، وهتبتدي الحب بتاعت الجلد والرؤوس السوداء تظهر، وطبعا كل البنات هتبتدي تجري تستخدم الادابلين والاكني فري والاكريتين ومشتقاتهم علشان يعالجوها. تعالوا النهارده اقول لكم على اخطاء خطيره جدا بتعملوهم يخلوكم بدل ما تلاقوا منهم نتائج حلوه تعجبكم تلاقوا نتائج عكسيه تماما وترجعوا تشتكوا منهم وتتهموهم. اول خطا بتعملوه هو انكم بتستخدموا كميه كبيره على الحبايه، وده غلط تماما. الصح ان انا استخدم حته صغيره خالص افردها على الوش كله، طبعا باستثناء منطقه حول الفم وتحت العين. تاني خطأ بتعملوه هو انكم بتستخدموه يوميا او تسيبوه عدد ساعات لفترة طويلة. الصح ان انا ابتدي استخدمه بالتدريج، سواء ان انا استخدمه ربع ساعة ثم نص ساعة وهكذا، او ان انا استخدمه مرتين في الاسبوع وابتدي ازود عدد الايام. حتى لو انت كنت بتستخدميه سنة اللي فاتت ورجعت تستخدميه السنة دي، فخلي بالك ممكن بشرتك تحسس منه، فلازم برضه تبدأيه بالتدريج. تالت حاجة عايزة اقولك عليها، لو انت بشرتك اصلا حساسة جدا او جربتيه قبل كده وتحسستي منه او خايفة حتى تستخدميه، انصحك ان انت تحطيه تاني خطوة بعد المرطب. انا بحط طبقة من المرطب علشان تقلل شوية من تأثيره على البشرة، وبالتالي بشرتي ما تتحسش او ما تتهيجش. واخر حاجة عايز اقولها، محدش لو التزم بالتعليمات دي بشرته هتتهيج وهتتحسس بين يوم وليلة. البشرة بتبتدي تجف بعد كده، تزود في الجفاف بعد كده، يحصل التهابات. فانتي بمجرد ما تلاحظي ده لازم تفهمي بشرتك وتتعاملي معاها صح. حسيتي ان حصل جفاف زيادة عن اللزوم، بشرتك مشدودة، ابتدي اقلل شوية، اوقف يومين، ازود الترطيب.